اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بالاساتذه الكبار، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ شرف ومنور. منور الدنيا. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن شرفين. الله يخليك. طيب ابدا مع حضراتكم بصوا حضراتكم ما يحدث منذ ان خسر النادي الاهلي البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات، وحتى الان انا ما عنديش مشكله ان النادي الاهلي يخسر، لانه النادي الاهلي دايما بينظر الى اخطائه وبيعالجها. بالظبط. ولكن ما يحدث من كلام يثير الفتن، هو ده اللي بيضايقني او بيضايق ناس كتير الحقيقه، في ظل العلاقات المحترمه ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. ولكن يجي بعض يعني من لا يشجع النادي الاهلي، خلينا اقولها بشكل واضح، انه ويكلموا في بعض الفتن، خصوصا اذا كان هناك مثلا بروتوكول رسمي. البروتوكول ده يعني ايه يا استاذ جمال؟ استاذ محمود، يعني حاجه رسمي متبع، نظام رسمي متبع. طبعا. هو برافو عليك، نظام طبعا. رسمي متبع. النظام الرسمي المتبع ده لا يمكن التعدي عليه طبعا. باي حال من الاحوال. طبعا. اكيد. ما قيل فيما يخص عدم وجود الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي في مراسم التتويج الاخيره هو امر يثير الفتنه، لانه بعض زملائنا الحقيقه، لازم اقول زملائنا لانهم في الاخر موجودين حوالينا، اتكلموا في هذا الامر بشكل يثير الفتنه اكتر من اي امر اخر. انا مش عارف الحقيقه الى متى ستظل مثل هذه الامور هي اساس بعض البرامج للضرب فيما يخص العلاقه الجيده ما بين الناديين الكبيرين. تمام. اولا معلش هي مقدمه طويله جدا، لا بس انت واجبة. بتشرح الموقف. يعني هو طبعا نمره واحد بالنسبه انك تخسر بطوله وتكسب 15، فده في حد ذاته عموما. انا بتكلم على ايه؟ احنا 7-1 في الطايره تحديدا. لا انا بتكلم على اللعبات بقى. 17-1 مش كده؟ 19 بطوله. لا 19 بالاثنين الكوره. لا انا بتكلم على العاب الصالات فقط. العاب الصالات انت بتحسب ماشي 19 يعني مش هنختلف يعني على الرقم. مش هنختلف على الرقم بس احنا انا بتكلم على المبدا العام ايه؟ طالما انت زي ما قلنا السنه اللي فاتت بعد خساره بعض البطولات ان انت الوضع الطبيعي ان انت كل فتره بتشوف ايه مسارك ماشي ازاي وتقيمه، مش عيب ابدا ان انت تخسر بطوله وماشي وانت ماشي البطولات كتير وجايه ما فيهاش مشكله منافسه. اما بالنسبه وبعدين مش ممكن يكون انت بتفترض ان النادي الاهلي هياخد لوحده، يعني هيلعب وياخد كل البطولات. صحيح. ما في بطوله خدها الاتحاد السكندري السلام. عادي. ده الباسكت. ايوه ده ما انا بقول لك، يعني انه لازم يكون في ده منافس، يعني ده امر طبيعي. يعني دي النقطه الخاصه بالبطولات وانك تخسر بطوله يعني مش نهايه العالم. يعني ثانيا بالنسبه لنقطه اثاره الفتن، في ناس اعتقد ان هي قاعده متفرغه بيرصدوا الامور اللي تثير الفتنه. وطبعا ده لا يفيد. احنا قلنا ان هناك بروتوكول متفق عليه الاول بين الناديين، مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك، ويجب الالتزام به لانه هو في النهايه لمصلحه الرياضه المصريه. البروتوكول ده بيتم ما بين الاتحاد الافريقي في البطولات الافريقيه. لا ده انا بشوف ما هو لسه انا جاي لحضرتك. البروتوكول انا اقصد انه في ناس بتحاول تضرب في صميم العلاقه. بالظبط. لكن في اللي حضرتك تقصده البروتوكول الرسمي، مين اللي يحضر ومين اللي يسالك. ده في حاجات يا جماعه زي ما في بروتوكول تم الالتزام به وبرضه الناس قعدت تلف عليه، ان كل لاعبه لا ترتدي الميداليه ما حدش يسلم عليها. لا هنا الوضع مختلف. هنا ليه؟ لان دي بطوله محليه. هو تمام. الناس بس مش عارفه تفرق. بهو. البطوله الافريقيه الوضع مختلف تماما عن البطوله المحليه. بالظبط. لا البطوله المحليه بيبقى ليها بروتوكول، والبطوله الافريقيه او القاريه لانه البروتوكول ده فبروتوكول البطوله الافريقيه ان يتواجد رئيس اللجنه المنظمه. لا ما انا بقول لحضرتك ولا حد من الاهلي ولا حد من الزمالك. لازم يكون انت ماشي على نظام او بروتوكول معين، طالما انت ملتزم بيه انت ما اخطاتش. لان انا بدور لك يا استاذ جمال، انا قاعد
ايوه بتصيد لك قاعد فضيلك. انا بقول لك ناس قاعد، انا بقول لك اهو لا انا قاعد بتصيد لك للمشهد ال 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 وما يعرفش الفرق بين هو لا هو هو مش متعود على كده. هو ما عندهوش فكره البروتوكول، هو قاعد ما عارف، هو ما خدش باله انه المسرح محمد رمضان نزل وسلم الجوائز والمهندس بيه يعني. اللي هو منوط بيه. ايوه انا بقول لك اهو. واللجنه المنظمه كلها كانت موجوده في ارض الملعب اللي هي مسؤوله عن التنظيم، وهنا المفروض تسليم الكاس وموجودين في كل حاجه. هو الهدف ايه؟ انه هو الهدف زي ما تقول المهندس خالد مرتجي من لقطه وقعت اعتقد نهائي الدوري او الكاس. أيوة اللي حصلت، ما انا بكلمك من الواقعه دي البعض بحاول يدينا ضرب في المباسل في يعني في المصل والقيم والاخلاق. وهو ابعد منها بمسافات كبيره. ليه؟ يعني الناس اتنسى اللي عملته اللعيبه دي مع المرحوم الوزير العمري رحمه الله عليه، وعدى كانه ما فيش حاجه حصلت وطبيعي جدا. ما هي دي برضو اخلاق وتربيه والكلام ده اللي نقدر نتكلم فيه برضو. لكن لما جه الراجل خلاص انا عمل ايه نظام رئيس الاتحاد. طب رئيس الاتحاد ما سلمش، ليه ما حدش اتكلم على المهندس ياسر عمر؟ ما سلمش عليها نجمه مصر اللي هتورينا اللي احنا ما شفناهوش. بس ليه الهيصه معموله حوالين البنت دي بالذات؟ يعني عملت ايه؟ نفسي افهم عملت ايه منتخب مصر او ايه الاضافه يعني، وايه الفيلم المعمول على التفاهات اللي احنا عايشين فيها؟ بدل ما الناس تحسن وتزود العلاقه وخلاص يا جماعه وخدت البطوله في ملعب النادي الاهلي ماشي، حتى تكلم جمهور الاهلي خد بعضه مشي والمسؤولين مشي وخلاص مبروك عليك وخد وضعك زي ما انت عايز. خلي بال حضرتك اللي انا عرفته كمان، وانا بقى اتصلت بهنا وهنا كل اعضاء مجلس الاداره النادي الاهلي اللي كانوا موجودين كانوا حريصين على التواجد لغايه لما اخر فرد من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك او من جمهور نادي الزمالك يخرج، تحقيقا لمبدا الاحترام المتبادل ما بين الناديين الكبيرين. الناس كلها كانت قاعده متاهبه لاي حاجه، والحمد لله الامور عدت بمنتهى الجمال ومنتهى الروعه في الاحترام الكبير من جمهور النادي الاهلي. وجمهور الزمالك محتفل زي ما هو عايز، احتفل اعمل انت عايزه، احتفل وعمل اللي هو عايزه، محدش كلمه محدش كلمه لان ده جمال. واحنا هنا لا نتكلم عن الاحتفال، هو حر يا كابتن، من حقه يفرح. افرح يا عم واعمل اللي انت عايزه. عن اثاره الفتن، لماذا هذه الامور؟ فاقد الشيء لا يعطيه يا كابتن. انا بقولها لك اهو، صور وانفعالات وتفاعل المهندس خالد مرتجي في المدرج ومع كل لعبه وبتاع، يعني بيلوموا عليه يعني، وكنت استنيت لما يا جماعه هو ده كانت فرق، ده كان فرق يعني سبحان الله، هي اراده ربنا على فكره. يا استاذ محمود انا بكلمك كل ده يعني انا مش فارق معايا الكلام ده كله. عارف ليه؟ ماشي ده كلام جماهير وبتاع بينهم بعض، هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن انا اللي فارق معايا اللي بيكذب في بروتوكول رسمي ايوه محطوط من قبل الاتحاد الافريقي، متحدد فيه واحد مين اللي هينزل، مجرد ان انا بكذب علشان اطلع في الترند اللي بيتقال ما بين الجماهير انه اصل خالد مرتجي عمل مش عارف ايه وبتاع والكلام اللي حضرتك فاهمه ده. ده ما يفرق، ده جماهير بينهم بعضهم من حقهم يحتفلوا، من حقهم كل واحد حر، ولكن ان تكذب لاثاره الفتنه هو ده اللي بالنسبه لي. طبعا طبعا انا قلت لك بات المهندس خالد مرتجي هدف عشان بتصدر المشهد، فانا هدور له عليه. اللقطه اللي حصلت في البطوله في المسابقه المحليه الناس قاعده تحكي فيها، نسيت حتى ايه رد فعل رئيس الاتحاد نفسه، يعني رئيس الاتحاد نفسه خد قرار بحاجه ما حدش جاب سيرته. لكن لازم اركز على مين؟ على خالد مرتجي، لازم اضغط عليه واحطه دايما هدف واعمله ترند واعمله واشوه واقول واضرب في الكلام. لما تدخل بعض البرامج وبعض المنتمين والمنتسبين وتطلع مثلا تروح عامل لي مثلا مداخله مع لعيبه، كل اللعيبه دول يعني عارفين الاهلي خد 4 بطولات في ابطال الدوري والكاس والسوبر، مفيش مداخله اتعملت لعيب من لعيبه النادي الاهلي رجال. طب خدت الدوري والسوبر والكاس سيدات، مفيش ولا مداخله اتعملت مع نجوم الاهلي. لكن عشان تعرف الفرق وتعرف الهدف واعرف اسلوب التضليل والكذب، لما اجيب لعيبه وتقول لك ايه ده بيتصلوا بينا من اعضاء مجلس اداره الاهلي عشان يقولوا لنا تعالوا ارجعوا. شوف الكلام كويس ان حضرتك فتحت، انا بكلمك اهو، انا بقول لك اهو بس كويس. عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك موجود في النادي الاهلي بقالك كام سنه؟ في النادي الاهلي ده دلوقتي في 30 سنه بس بقول قول الحقيقه حضرتك لا زود شويه 40 مثلا انا لا ما هو فعلا احنا بقى لنا سنين كتير يعني كتير جدا. هل حدث ان اسم لعيب كبير جدا 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 من لعيبه الاهلي الكبار والعظام اللي كانوا موجودين قرر ان هو يمشي من النادي الاهلي او النادي الاهلي مشاه ورجع تاني خلال الفتره اللي فاتت نادي الاهلي؟ لا لا
ما حصلش. لعيب كوره، لعيب طايره، لعيب سله، لعيب يد، لعيب اي حاجه. وانا بعمل زي هل من الممكن ان يكون هناك اتصال من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي باي لاعب علشان يقولوا له هترجع او مش هترجع او لا. بلاعبه؟ لا هل لا بجد والله لو لا حصلت والله. ال 30 لا لا, لا قبل السؤال لا قبل السؤال اتفضل قبل السؤال هو مين اللي ساب التاني؟ الاهلي برضو ده طبعا. لا ما انا بضرب لك المثل يعني اللي انا عاوز اقوله لك، انا لازم ادور عاوز ابقى بطل عند الجمهور بتاعي اللي بيشجعني دلوقتي، ان انا هو ضحيت له عشانك ما ثواني بس، فهضطر اعمل لك ايه؟ لازم اعمل بطل واقول ايه؟ لو انت بقى لو 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 هي فعلا او حتى المذيع نفسها المذيع نفسه اللي بيدير الحوار معاه كان يسال سؤال واحد، قول لنا مين عضو مجلس الاداره كان بيكلمك عشان نديله عشان نقول مين هو عليه، عشان برضه النادي الاهلي يعرف مين اللي عضو مجلس الاداره في الاهلي اتصل بيك وقال لك تعالى ده احنا عايزينك عشان نشتتك قبل المباراه، اصل خايفين منك، اصل انت كسبتنا في 3 بطولات ودي البطوله الرابعه اللي احنا هنخسرها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاك. لكن هو الناس ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك يا اخي تواضع، يا اخي تواضع عند النصر، هتكلم خليك مهذب ما تبقاش كذاب، ما تقعدش تطلع وتفبرك وتحاول تشوع عشان تدور على دور انت مش لاقيه. يعني عاوز اقول لك ايه، وانا كسبانك وفايز عليك وما طلعتش اتكلمت عليك وما قلتش فلان كلمني وفلان ما عملش، يعني انا مشي من عندي 4 عناصر اساسيه وخلاص، وقلت خلاص يا جماعه احنا بنبني فرقه تانية وبنبني فرقه ورجعنا وخلاص، مبروك عليكم مستقبلكم، مبروك عليكم كل حاجه انتوا رحتوا فيها، مبروك على التوفيق معاكم، ربنا يوفقكم وكسبتوا وعملتوا. فانا عاوز اقول ايه، لما تكلمني ما تكلمنيش عشان لو قارنتك هتتعب، انت تاريخك في البطولات بطوله، دي بطوله اول مره، تاني بطوله في تاريخك، انا عندي مسافات كبيره جدا بينك. يعني عاوز اقول لك ايه، خليك هادي، الامور ابسط من كده. ايه التضخيم ده وايه البرامج اللي عاملين هيصه؟ وبعدين يقول لك الاهلي والتعصب وزياده وخالد مرتجي، يا جماعه عيب، ما صحش، قولوا الحق. لما يكون في بروتوكول من الصدق ومن الواجب نقول الحقيقه، لا يجوز تشبيه. وبعدين قول احتفل واتبسط، احتفل واعمل اللي انت عايزه وارقص واعمل يا عم الاتحاد، قول ان انا اطلع على الحيطه وانزل من على الحيطه حضراتكم، لو قول ان البطوله دي بكل البطولات اللي راحت من قول اللي انت عايزه، ما حدش يكلمك. ولكن ان تصل الظروف يا استاذ جمال المنطق للوضع الطبيعي، يعني انتوا بتتكلموا على حد بيعالج الامر بمنطقيه وبعقل. الله، في ناس ما بتعملش كده، دي رياضه يا لا لا في، بقول لحضرتك الرياضه عشان كل الناس بتقول اي حاجه. ما انا بكلمك بمنتهى الصراحه. اوكي، والا لو انت عايز تطبق عليهم المنطق والعقل والكلام ده، انا اجيب لك بقى البرامج واقعد حلل، هتلاقي بلاوي. هل ينفع اكدب في معلومه؟ ايوه يا فندم، دي معلومه يا فندم، ده سوري مش معلومه، دي حقيقه. الناس شعرها الكذب والتضليل، ما انت عارف، والتدليس والتشبيه وتغيير الواقع والضحك على الجمهور وادعاء بطولات وهميه وصناعه ازمه بدون داعي والمشهد زي ما انت شايفه. يعني عاوز اقول لك ايه، كل ما نقول الدنيا تهدى، انا بقول لك ايه، لازم اعمل لك هدف. يعني انت المفروض تبقى تحت ضغط بصوره مستمره. صحيح. زي ايه يعني؟ انت هتجرنا بقى، احنا نقول لك ايه، انه دي فقره من فقرات الواتساب اللي بيتم توزيعها من خلال سلسله معروفه بالاسم، من خلال سلسله برامج اتبعت، اعمل كذا في نفس الوقت، نعمل كذا. ما انا بقول لك اهو، انت خدت بطولات الرجال 4 بطولات، شفت لعيب من لعيبه الاهلي في الفولي طلع في برنامج باستثناء قناه الاهلي يعني. انا بعيد انا بكلمك اهو، لا خدت بطوله الدوري والكاس والسوبر سيدات الاهلي، شفت حد طلع كذا كذا عمل مدخلات، وايه رايك وايه احساسك واللي حصل لك واللي اتعرض؟ لا، عشان اوريك ايه، هناك توجه من البعض الذي يبدو انه عنده مشكلة في ضميره، عنده مشكلة في علاقته مع النادي الأهلي، عنده مشكلة إن أنا عاوز أدور لأزمة أعمل له مش لاقي له مشكلة، عاوز أعرقله بأي شكل، ويجي يدينا دروس في المسل والأخلاق والوطنية والضمير، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. لازم يبقى فاهم إن الجمهور واعي والجمهور مش هينسى، وافتكر كويس جدا إن جمهور الأهلي بيحفظ كويس قوي اللي بيحصل معاه وبيحصل مع لاعيبته ومع فرقه والكلام ده. فأنت شايف دلوقتي أنا أعمل إيه مع خالد مرتجي؟ لازم احاول اضغط على خالد مرتجي واطلعه واشوهه واعمل واقول وبتاع وادعم المقارنات. يا جماعه ما يصحش. طب قولوا الحقيقه انه في رئيس لجنه منظمه من قبل النادي الاهلي. يا جماعه ده رئيس النادي الاهلي بيبقى في البعثه الرسميه وفي بطولات ومناسبات، ما بينزلش يقف على المنصه، وبيبقى رئيس بعثه النادي اللي هو المسؤول، لانه الاهلي عامل لنفسه سيستم. الدنيا يا جماعه مش سبهلله، مش اي حد بينزل ياخد صوره مع حد، مش الهدف الصوره، الهدف انك تحافظ على الشكل. لماذا لم ينظر احد في هذا الامر؟ ما هو اذا كنت كذاب اكذب صح. هو ليه ما حدش نزل من مجلس اداره الزمالك؟ عشان مش موجودين في البروتوكول.
يا جماعه اشمعنى هنا بصيت لخالد لمجلس اداره الاهلي؟ ليه ما بصيتش طب ما مش هما كسبان يعني مش نادي الزمالك كسبان؟ ما نزلش ليه حد طيب؟ نزل لا نزلوا بعد المراسم اثناء المراسم لا نزل صح نزل في الاحتفاليه هو احمد سليمان لا في الاحتفال وبتاع في الاحتفال نزل لا نزلوا بده لكن اثناء المراسم ما هي المراسم دي لا ما نزلوش بعد المراسم ساعه تسليم مراسم الاستاذ محمد الضماطي والاتحاد من الاتحاد الافريقي فده بروتوكول فلما تيجي تكذب اكذب يعني يعني اكذب كذبه صح كذب مساوي يعني كذب يعني متساوي كذب مساوي والله احسن من كذب مساوي يا رش احسن من صدق مفركش والله لا هو بعد كده المطلوب بقى والله يعني في البطولات دي يعلن البروتوكول بقى الرسمي من جانب الاتحاد عشان يعفينا من التضارب ده كل واحد عايز يقول لا حاجه مش تضارب لا مش تضارب يا استاذ جمال ده مقصود نوايا لا النوايا السيئه مقصوده نوايا سيئه هم لابد ان هم يعيشوا ويعملوا لك مشكله للاهلي يعني عاوز اقول لك ايه انا بدور لك على اي حاجه اجيب اي حد يعني مع كامل احترامي يعني ملهوش ذكر ملهوش تواجد واحاول اعمل منه بطل ويطلع يقول لي بقين في الهواء عشان الجمهور يضرب المثل انت لو بصيت لو وقفت عند الصفحات وشفت مش هتطلع من البيت لو سمعت وقريت الكلام اللي بيتقال والاوصاف اللي بتتقال خلاص انت كسبت بطوله مبروك وخلصت الحدوته خلاص وكسبتها في قلب الجزيره وتعاملت معامله محترمه جدا وخدت حقك وده بناء على كلام اعضاء مجلس اداره الزمالك زي عاوز اقول لك على حاجه استاذ كابتن احمد سليمان اتكلم وقال ان احنا استقبلنا افضل استقبال ايوه هو كان واضح الاستقبال محترم جدا يعني لكن هي عاوز اقول لك انه يعني خلاص اعتقد جمهور الاهلي والناس شايفه جمهور الاهلي هيكون واعي جدا على فكره في المرحله اللي جايه بصوره او وضع في هناك ترصد من مجموعه هتعمل على كده على مدى مش فاهم هم نفس الدوائر الحمراء يا جماعه بامانه شديده واضحين هدفهم ايه؟ هدفهم ان انا خلاص عاوز اوقفك بس اعمل ايه؟ اعمل لك خبر ارمي لك معلومه اطلع حد يتكلم على مش عارف ايه لسه لما نقرب من ماتش ترجي هتشوف بقى القصص والحواديت انا والله بحاول افتكر دلوقتي ان انا بقول لك ونفتكر 2018 واللي اتعمل والفبركه والقصه وطلع والاعلام التونسي فضح والناس بتونس تتكلم وقال لك ما يصحش عيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه هل شفت في حياتك لو الترجي ولا الرجاء ولا الوداد ولا اي فرقه مع اخواتنا في شمال افريقيا او حتى في غرب افريقيا وسط افريقيا شرف ليه حد طلع من المحللين من المنافسين الفرق الثانيه طلع يتكلم بهذه الصورة الفجة بأمانة شديدة لو انت عندك ضمير تتكلم على فرقة بلدك وولاد بلدك بهذه الصورة محاولات التشبيه وادعاء انك انت ابو لا انك انت عندك ضمير وانت صحيح. بلا ضمير يعني خلي بال حضرتك يا استاذ محمود وانا موضوع واضح يا كابتن وانا هنا بقول لحضراتكم وعد في قناة الاهلي وامام الملايين اللي بيتفرجوا علينا دايما على قناة الاهلي دائما نحن لن ننجر لهذا الامر عمرنا طبعاً. مثلا جر احنا هنا حضراتكم اساتذتنا في 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 كل شيء فاحنا وانا بقول الكلام ده قدامكم احنا لن ننجر لهذا الامر ولن ننساق في قناه الاهلي الى ان احنا نروح لهذا الاتجاه ضد نادي الزمالك مثلا في مباراته امام نهضه بركان عمرنا ما هنتكلم في هذا الامر وعمرنا ما هننظر لهذه بالزبط. الامور على انها توجه من حته معينه من نادي الزمالك لا احنا دايما هناخد راي مجلس ادارتنا او هناخد سياسه مجلس ادارتنا اللي هو الاحترام المتبادل الدائم خلال الفتره دي وهندعم فريقنا فريق النادي الاهلي في كل شيء ولن ننظر الى ما هو غير ذلك. خلي بالك كابتن هو ده الطبيعي ان انت تشوف نفسك يعني ركز على فرقك ركز على مشاكلك حلها وقف واعمل كل اللي في ايدك انما ان انت تبص على الفريق الاخر او المنافس او فريق اخر حتى لو مش منافس لو لا يا استاذ جمال مش هينفع استاذ جمال لا. انت شفت لعيب من النادي الاهلي بيطلع يتكلم عن المنافس لا طبعا لا. بيستغرق في المنافس شفت لعيبه الاهلي وبيتكلموا عن الزمالك بيتكلموا عن ازاي باحترام انا بكلمك اهو شوفوا كده في كل البرامج شوف الفرق واعمل مقارنه وامسك ورقه وقلم وشوف الكلام اللي بيتقال من الطرف الاخر
لارضاء غرور هنا هتكلم في هنا بتتكلم في كل الالعاب في كل الالعاب انا بكلمك مش على الكوره يعني انا بقول شوف انت لا شوف الفرق تعرف الفرق من هنا تعرف الفرق وتقف وتعتز بهذا المكان وتقول الناس دي المدرسه دي خرجت ناس فعلا صحيح ناس فعلا بتحترم نفسها وبتحترم الاخر اذا شذ حد فده بيبقى بعيد عن المنظومه عشان كده انا عشان كده انا دايما بقول ايه في هذا الامر في بالنسبه لقناه الاهلي وانا هنا بتكلم عن قناه الاهلي كامله قناه الاهلي ستتخذ المسار المحترم اللي هو دائما ما تتخذه قناه النادي الاهلي في كل شيء ولن ننساق لمثل هذه الاخبار التي تثير الفتن واحنا بنرد عليها وبالمناسبه الاساتذه او انا او غيري من الزملاء بنرد على كل هذه الامور بمنتهى الاحترام والادب مش هتلاقي عندنا لفظ خارج مش هتلاقي عندنا حاجه بتتكلم كده ولا كده ولكن بنتكلم دائما بشكل محترم وده طبيعي على فكره ده طبيعه الاشياء ان انت زي ما بقول لحضرتك انت بتحتفل مع نفسك فرقتك كسبت انت حر تعمل اللي انت عايزه دون التعرض لاي منافس خلاص انا كسبت ومبسوط كده ومميزاتي كذا 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 انما ما ينفعش ان انا اسيب كل حاجه او اهاجم المنافسين يعني ما ينفعش حد يهاجمك كأهلي لمجرد انه هو مش عايز يشوفك يعني هو مش عاوز اصلا مش قادر ازاي ما هو مش قادر طلع له في الكوابيس لا في ناس ايوه مش قادره تتحمل الانتصارات اللي انت بتحققها والله بتعمل ارتكاليا لا بقول لك حاجه بقول لك حاجه يا كابتن انا بريك انه فاقد الشيء لا يعطيه والله بامانه لابد ينطبق هذا المثل على الكثير من المنتسبين للمنافس لما حصلت الازمه بتاعت جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك ايه اللي حصل؟ قلبت الدنيا ده احنا مش معاكم ده احنا هنعمل ده انتوا طيب ده من حق الاهلي بيعملوا عايز اقول لك ايه؟ بمجرد الاختلاف بمجرد الاختلاف عندما شعر ومست كرامتك بشيء كان رد الفعل ايه؟ قلت ايه ده الاهلي كتر خيره ده بيستحمل ده ايه الوضع ده ايه الموقف؟ عاوز اقول لك ايه؟ هنا تبان الحقيقه هنا تحاول انك انت تدور عشان تمسح تعمل مساحه من العداءات من مما يكتب ويقال من البعض من الفبركه من استخدام واستدعاء امور لا داعي لها فوقات يا جماعه ده في اطار منافسه يعني انت عاوزين يبقى عندنا كوره وعاوزين رياضه خليها في اطار ايه؟ خليها في اطار منافسه حل الفني انتقد فني اتكلم بصوره بدون تجريح بدون بحث عن عبارات اخرى لا داعي لها انا يعني ولا هتلاقي حد بيجيب الاجواء بتصير ناحيه الناس تبقى خلاص المنافسه في الملعب وبعد الملعب الناس تسلم على بعض ايوه ليه عاوزين نروح هو ده الطبيعي زي ما بتقول يا استاذ ليه عاوزين نروح ايه ليه عاوزين نروح ناحيه النقطه دي يعني ايه المهندس الاستاذ حسين فندم ايه رايك فيما حصل مع لعيبه مش يعني يا سلام يعني شوف عاوز اقول لك ايه انا بدور عاوز اخد اللقطه فالراجل يرد عليا يقول لا يا جماعه ده في بروتوكول والراجل كان رئيس الاتحاد قال اللي مش هيسلم مش هيسلم عليه خلص الموضوع عند كده لا لازم ادور على حته اعمل احاول انال منها من المهندس خالد مرتجي لازم اعمل له مشكله لازم ادور احط تحت ضغط لازم اقول يعني يا جماعه حرام عليكم عمر ما كان الاعلام هدفه كده عمر ما كانت الرساله كده الرساله مختلفه الرساله هاديه ليه هي البحث ايه لازم انكش لا لازم احط لنفسي لا خصوصا في مشكله اقول ايه لازم احاول ادوس خصوصا في ظل هذه التوقيتات والاحترام المتبادل دائما ما بين مجالس الاداره ده هنا وده هنا وده هنا مفيش التنافس موجود في الملعب وبيننا وبين بعض والجماهير تقول اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه بالمناسبه يعني ولكن لماذا دائما الزج باسم النادي الاهلي او باسم احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او كذا او كذا في امر هو غير صحيح ولن تستطيع او لن يستطيع احد اثباته ده اولا ثانيا ده بروتوكولات اقول لهم اقول لهم اقتراح بروتوكولات موجوده اقول لهم اقتراح يا كابتن اتفضل لكل يعني المجموعات الكل يا جماعه ايه رايكم يا جماعه ابداوا ما تتكلموش على النادي الاهلي ما تجيبوش سيره الاهلي خالص يعني لا فرق ولا منافسين وخليكم في الناس بتاعتكم وفي النادي بتاعكم شوفوا وضعكم هيبقى عامل ازاي يعني ده كلام. ايه قول لي بس ده كلام ابعد ابعد عن النادي الاهلي مالكش دعوه بيه انت خليك ايه اتكلم يا عم بعيد عن النادي سيب النادي الاهلي قرارات النادي الاهلي يا جماعه نسمع كلام الاستاذ محمود ما تتكلموش عنه ما دام هو مضايقكم لو ده حلها من الاول كنا قلناه لا مش كنا قلناه ده احنا ما كناش طلعنا ببرامج وحطينا ده على الباقي يا جماعه ما تتكلموش عن النادي الاهلي ما تتكلمش كابتن يعني هم انا بتكلم عليهم هم ما يقولوش كده اقتراحك يا كابتن يعني انت ما دام انت شايف نفسك وشايف النادي الاهلي المنافس تعبك ومضايقك خلاص ما تتكلمش عنه ولا اخبار ولا تهتم بيه طيب. وريح نفسك احنا نقدر نعمل الصح بقى
انت الحمد لله احنا انت الحمد لله لغايه يعني الحمد لله وشكرا. امشي بالسياسه بتاعتك بتاع القناه وبتاع النادي واشتغل على نفسك، اشتغل على بطولاتك صحيح. من غير ما تبص حواليك ما بنعملش واعتقد ان ده بس اللي لازم في يعني. مثل هذه الامور ان انت يجب ان يعني انت لازم تنوه ترد او تنوه على ان مثل هذه الامور طبعاً. هي امور كاذبه وليست صحيحه خصوصا لا وانت بتوضح كمان حقائق اللي ما يعرفش يا جماعه صحيح في بروتوكول بالظبط كده موجود. طالما في حاجه اسمها 1+1=2 بس ما ينفعش ان انا صح اقول لا 1+1=3 اللي ما يفهمش بعد الكلام خلاص ده خلاص بقى يبقى هو ما ما انا ما عنديش اي مشكله مفيش فايده. الاهلي بيستعد لاربع مباريات قويه جدا ومصيريه خلال شهر مايو الحقيقه يا استاذ جمال، 2 دوري و2 نهائي افريقي. خلينا نفرق الاثنين، الدوري المفروض اربع مباريات، كسبت 6 نقاط وفاضلك 6 نقاط القادمه تمام. امام نادي الاتحاد السكندري وامام نادي البلديه، ومن بعدها نفكر في المباراتين النهائيتين. يعني انت عندك مباراه الاتحاد السكندري يوم الثلاث اللي جاي على طول، ثم بلديه المحله يوم 11 ثم الترجي يوم 18 في مباراه الذهاب في تونس، ثم يوم 25 مايو مساء على استاد القاهرة الدولي، مباريات مصيرية في وقت قصير. مشكلة الأهلي وقدره أنه بيشتغل على 100%. يعني دايما أنت مش بتشتغل على أنك تاخد من الست نقاط، أنت عايز تاخد 6 نقاط من الماتشين المحلي، وفي نفس الوقت عينك على نهائي أفريقيا، ونهائي أفريقيا مع فريق ذو خبرات أفريقية يعني متمرس في هذه المسألة. الأربع ماتشات صعبين جدا، يعني احنا شفنا الماتشين اللي فاتوا المحليين، النادي الأهلي رغم انه هو قد يعاني بعض الصعوبة لحسم الأمر إلا انه بيبقى حاطط في دماغه طول المباراة ان انا عايز الثلاث نقط طبعا. إلى ان يحصل على الثلاث نقط الحمد لله طبعا، كويس قوي ان ده تم في الماتشين الأخيرين. وأهمية الدوري دايما احنا نقولها هنا كابتن لا تقل عن دوري ابطال افريقيا حقيقي. يعني شوف الاهلي بيشتغل على دوري ابطال افريقيا وبعد كده كاس عالم أندية ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما الدوري يعني اساسي جدا بالنسبه للاهلي، المسابقه المفضله بالنسبه ايوه والجمهور يعني لو انت عملت له ايه افريقي الدوري عايز الدوري برضه، انت خدت افريقيا وما يعني عشان خسرت الدوري، انت مطالب منك كمدير فني لما لو خسر كولر ده لما بيخسر ماتش الدنيا بتتقل، مشانق بتتعلق. انت ما شفتش لما خسر ايه ده مدرب وعاوز يدخلك في ازمه صحيح مع المدير الفني بتاعك اللي هو محقق 7 بطولات في سنه ونص ايوه اللي هو ما حدش عمله يعني. فبالتالي انت استعدادك لماتش الاتحاد طبعا فريق جامد جدا ومستعد هذا الموسم بشكل جيد، وعلى فكره عنده طموح ان هو يلعب معاك ويكسب، فلابد انك تبقى عامل حساب ده. اهم حاجه انا دايما بركز عليها الدفاع 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 اوكي. الدفاع عودة محمود متولي اعتقد مهمه جدا في هذا التوقيت ممتاز، ورجع بعد 340 يوم ولا 341 يوم ما شاء الله كأحسن ما يكون، ربنا يبعد عنه الإصابة يعني ربنا يحميه يا رب. لكن أنا بتكلم على لازم نقول كمان نقطة فضل. إن النادي الأهلي لم يقصر لحظة مع محمود متولي ولا مع غيره رعاية لا ده أنا بديها آخر الأمثلة أحدث الأمثلة أوكي. 341 يوم هذا الرجل تحت العلاج و اهتمام كبير من الجهاز الطبي وعلى مستوى الجهاز الفني لعودته، واعتقد ان رجوع محمود متولي في توقيت مهم اكثر من رائع. واخيرا لابد ان احنا نوجه التهنئه لعلي معلول الذي كشف، هو طبعا هو له قدر كبير عند الجمهور الاهلاوي يعني له مكانه يعني، بس حصوله على الشاره و الفرحة العارمة لجمهور الأهلي على السوشيال ميديا طبعاً وفي كل مكان وفي المدرجات، أنا بعتقد أن هذه رسالة حب من جمهور الأهلي إلى واحد من اللعيبة المحترمة اللي بذلت كل ما لديها لكي
تعبر عن حبها للنادي الاهلي. وده الفرق يا استاذ محمود ما بين النادي الاهلي واي او جمهور النادي الاهلي تحديدا واي حد تاني. وحتى جمهور الاهلي تعاطف معاه كمان ودخل في الملعب بقى مدير فني وقال لك شوت ضربه الجزاء. ايوه صح. تعدت المساله الحب لمرحله يعني تانيه كبيره. حتى كولر طلع يا جماعه مين قال عايز ياخد قرار؟ الجمهور عاوز ياخد قرار. لا طبعا لا يعني بامانه شديده لعيب على خلق اب اولا واخيرا، لعيب ملتزم جدا، اضافه كبيره جدا، من افضل لعيبه في الاخر 10 سنين بعد تجارب كتيره. لو اتكلمنا عن جيلبرتو او فلافيو ومجموعات تانية. الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا. بامانه شديده جدا لعيب مهم كمحل يعني. الله يكمل مع النادي الاهلي. لقطه مهمه جدا كانت، حتى تعاطف الجمهور واضح، ده دليل على الحب والارتباط ما بين اللاعب وهو تشعر بيه بامانه شديده. حتى وهو مش معاه شرط الكابتن، شوف روحه واصراره في الملعب بيبقى عامل ازاي في مباريات كبيره، شوف توجيهاته لزمايله كانه اتولد في النادي. طبعا والله يعني هو طبعا لا شك انه حتى الالقاب كتيره اللي اتلغى يمكن ابرزها مستر اسيست يعني. من الحاجات المميزه جدا لعلي معلول، اتمنى له التوفيق ان شاء الله ويكون حاضر في المباريات الجايه وخاصه نهائي دوري ابطال افريقيا. عاوز اقول على من كلام استاذ جمال موقف محمود متولي، انا عاوز احيي يعني محمود متولي، احييه على التزامه، احييه على صبره، على اصراره، على انه ما طلعش واتكلم، على انه ما قالش، على انه سكت، على انه تحمل. حتى لو كان ايه يعني مثلا جه في فتره المدير الفني مثلا حس مع كتر الاصابات انه المساله يعني ممكن تسبب احباط، لكن كونه يلتزم. وهذا الاصرار والصبر ربنا كفه بالعوده اللي احنا شفناها. نتمنى ان شاء الله طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني كمل ان شاء الله في المستوى. مباراه الاتحاد السكندري مباراه في غايه الصعوبه. الاتحاد السكندري انا لسه كنت حاسال حضراتكم على الاتحاد السكندري، لا شك انه دلوقتي عنده طموح انه يروح الكونفدراليه. هناك صراع شرس على مربع ذهبي من الاتحاد السكندري والمصري وعندك كمان انبي النهارده عمل خمسة واحد نتيجة كبيرة جدا ومفاجأة وغير متوقعة. فلا شك انه اعتقد انه كولار والجهاز المعاوني عارفين طبعا، وتجارب كبيرة جدا مع الكابتن طارق عاشي. كابتن طارق عاشي دي من المباريات اللي بيلعبها بتركيز جدا، بيعرف يقفل كويس جدا، فيبقى فيه جهد. وبرده الحاجات دي برده يا كابتن سيف برده بتعلمك وبتزودك خبرات وبتخليك تزيد تدور على على بدايل، على اختراق الدفاعات ازاي زي ما شفنا في مباراه الجونه. صحيح. اعتقد ان المباراه صعبه يعني، اكيد هدفك الاساسي انك تخرج بالثلاث نقاط. فوزك على الاتحاد بيبقى مهم جدا، دفعه معنويه قبل البلديه. كونك تروح نهائي افريقيا وانت باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله تكمل واخد البونت ال 12 الموجودين، هتبقى دفعه معنويه قبل المباراه وتحافظ انك اول قلل خسايرك، تحافظ على لعيبتك بالصوره. مساله التبديل تبقى اكيد الراجل عارف وخلاص اتعود بقى وخد الخبرات اللي نجح فيها انه يعيد للفريق شكله. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، يلعب مباراه كبيره مع قدام نادي الاتحاد ويكون الفوز حليفه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ جمال كيف ترى مباراه الاتحاد؟ مباراه طبعا في غاية الأهمية. أنت بتلعب مع فريق عنده طموحات وعنده إدارة محترمة بقيادة طبعا الأستاذ محمد مصلحي، واللي موفر لهم كل الإمكانيات عشان يدخل مع بما يليق مع فريق الاتحاد وجماهيريته، يدخل مع الكبار ويشارك في الكونفدرالية، وهو يعني ترتيبه يعني يسمح له بهذا الحلم ان هو عاوز يخش مع المربع. لكن مباراه البلديه بقى كمان يعني انا بتفق مع الاستاذ محمود ان انت لازم ان شاء الله تحاول تاخد الثلاث نقاط من الاتحاد قبل مباراه انا شايفها برضو صعبه جدا مع بلديه المحله اللي محتاج اصلا يخرج من دوامه النتائج السلبيه عشان يبعد شويه عن منطقة القاع. صحيح. إجمالا هي المباراتين في غاية الأهمية. النادي الأهلي يسعى إلى الحصول على الست نقاط، ويسعى أيضا إلى الحصول على اللقب الثاني عشر الأفريقي، وهذا حق وطموح مشروع. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة في هذه الفترة، لأنها مرحلة صعبة جدا. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وهقول لحضراتكم خلال الفترة القادمة، خلينا دايما ورا فرقتنا خلال هذه الفترة بغض النظر عن الأداء، وهذا ليس تبريرا لأي شيء برضه. لا طبعا، ولكنها الحقيقة أن كابتن الأداء بيتغير أثناء المباراة نفسها. صحيح. لأن الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي من إصابات وغياب لاعبين أساسيين
وكمان بمناسبه اللعيبه الغيابات، انا نفسي وده رساله وبحب اوجهها من خلال البيت الكبير لكل ابنائنا اللاعبين، يا جماعه اللي يبعد يبذل جهد عشان يرجع، بس خلاص. لانه اساسا ولك في احمد عبد القادر، في كريم نجم، احمد عبد القادر بعد ما الناس فقدت الامل في كل الناس. يعني انا بشوف انه حتى على راي كولر في المؤتمر الصحفي، انا مش باشرك لعيبه ربع ساعه يعني عشان ارضيه، انا بختار الاجهز، وده شيء يحترم. في النهايه هو مش بيعمل كده عشان نفسه، بيعمل كده عشان النادي، مصلحه الفريق وعشان الفرقه. صحيح. فنتمنى ان الكل يستوعب هذه الامور، وحتى اللي يزعل شويه كابتن يزعل شويه ويرجع. صحيح. واللي هيرجعهم هو حضراتكم. هو دائما جمهور النادي الاهلي، لانه من حق اللعيبه ان هي تزعل وتتضايق ان هو ما بيلعبش. خلي بال حضرتك، ده يعني اتعلمناه طوال حق مشروع اتعلمناه طوال حياتنا، اللي ما بيزعلش، لكن الزعل ليه حدود وليه كل حاجه. ان شاء الله نقف خلف لاعبتنا وفي ظهرهم خلال الفتره القادمه، مباراتين متبقيتين في الدوري المحلي، سواء الاتحاد السكندري ومن بعدها البلديه، ومن بعد كده ان شاء الله نبتدي نحضر كلنا نفسنا عشان المباريات او المباراه النهائيه، مباراتي النهائيه سواء في رادس او في استاد القاهره. اشكرك يا استاذ جمال على وجودك معنا، شكرا جزيلا. اشكرك استاذ محمود على شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله ما تنسوش مباراه الاهلي والزمالك في دور قبل النهائي في بطوله السله، هنطلع بعد نهايه هذه المباراه وهنبقى موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشره ان شاء الله في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.